حتى وإن لم يعلن اتحاد الكرة عن مكان وزمان إقامة الدوري، إلا أن طبوله قد بدأت تقرع. نادي وحدة صنعاء الملقب بزعيم الكرة اليمنية بدأ الاستعداد مبكرا لبطولة الدوري، مستفيدا من البنية التحتية والكوادر البشرية التي يمتلكها. الوحدة الذي أوقعته القرعة في المجموعة الأولى بمعية شعب حضرموت والعروبة واتحاد إب والتلال وشباب الجيل، يسعى هذه المرة إلى استعادة أمجاده، وهو الذي يتفوق على منافسيه على الورق، فجميع لاعبيه يمتلكون الخبرة والكفاءة والقوة للتفوق على أغلب المنافسين. بالرغم من أن المرحلة الإعدادية الأولى للوحدة الزعيم عرضته لضربة قوية من خلال اختيار مدربهم أمين السنيني لتولي قيادة المنتخب الأولمبي، إلا أن إدارة النادي سارعت لغلق هذا الملف وكلفت المدرب عادل التام للوقوف على رأس العارضة الفنية للأزرق الصنعاني. وفريقنا ما شاء الله مستعد بقوة من فترة، وما شاء الله نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، والجهاز الفني والإداري ما شاء الله مش مقصرين معنا، ومجموعتنا في الدوري تعتبر مجموعة متوازنة على ما أعتقد. كل الفرق تطمح أنها تقدم مستوى وتطمح أنها تنافس. تعمل إدارة نادي الوحدة على أكثر من جانب، فإنها ستعمل على تلبية طلبات المدرب عادل التام من جهة التعاقدات الجديدة والاستغناءات وتعزيز صفوف الفريق في بعض المراكز. الفريق المتوج ببطولة الدوري اليمني 4 مرات سيكون هذه المرة مطالبا بالعودة إلى سابق عهده ومحو الصورة السلبية التي ظهر بها في آخر 15 موسما، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهد لتقليل الأخطاء وتحسين الأداء.